نجاح أي علاقة في الحياة تعتمد على أحداث التوازن، بحيث تعرف حقوقك وواجباتك. إدارة حماية المستهلك دورها هو إيجاد هذا التوازن وتوفير الحماية للمستهلكين والقطاع التجاري على حد سواء. الإدارة موجودة لخدمة الجميع، وتتلقى الشكاوى والاستفسارات من المستهلكين والقطاع التجاري عن جميع القوانين والقرارات ذات العلاقة، وكذلك تقدم خدمة الإرشاد والتوعية لكل ما يتصل بحماية المستهلك. التواصل مع الإدارة سهل ومتاح بأكثر من طريقة. أولها مركز اتصال حماية المستهلك اللي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال تطبيق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل. والإدارة أبوابها مفتوحة للجميع بمقر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في بوابة المرفأ المالي، ونتشرف بخدمة الجميع.